السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله معكم زكي بدر، مستر زكي بدر أو باشمهندس زكي بدر. أوكي، إحنا كنا بنتكلم عن الـ periodic signal والـ aperiodic signal، واتكلمنا عن الـ Fourier transform والـ Fourier series في الفيديوهين اللي فاتوا. فأنا حابب للناس اللي هي عايزة تحب تأسس شوية في موضوع الـ signal analysis وتحليل الإشارات، فإحنا النهاردة هناخد إن شاء الله Basic analog signals. Basic analog signals. Okay. طيب. إيه هي الـ basic analog signals؟ تعال نشوف مع بعض. Basic analog إشارات الأساسية. زي مثلا. زي أول واحدة مشهورة جدا في الاتصالات هي unit step. Unit step. Unit step. أنا حاول أستخدم الكيبورد يبقى أسرع شوية. Unit step. كبر الخط. Unit step. أوكي. إيه تاني؟ من المشهور برضو طبعاً بيسموها UFT. UFT. أوكي. إيه تاني غير Unit step؟ عندنا RAM signal. RAM. أوكي. RFT. عندنا ايه تاني؟ عندنا rectangular pulse. اوكي pulse، ودي بيسموها rect of t. اوكي ايه تاني؟ تعال نشوف. عندنا برضو من البيسك سيجنالز triangle. triangular بولس اللي هي تراي تراي اف تي. وعندنا ساين اف تي. وعندنا دلتا او امبلس، دلتا او بيسموها امبلس. امبلس مهم جدا الاسم ده. اوكي ودي بقى الرمز بتاعها نكتبه هنا. اوكي الشكل عشان هو رمز ما نكتبش بالكيبورد. دلتا اوف تي او امبلس. ايه تاني؟ في سينك فانكشن. دي اشهر الاشارات في علم الاتصالات. اشهر الاتصالات طبعا، في طبعا ممكن فيها إشارات تانية كتير مختلفة يعني، بس دول أشهرهم يعني. أوكي unit step، ramp، rectangular pulse، triangle pulse، sine and delta and sync. تعالى كده ناخد واحدة واحدة ونعرفها، نعرف إيه الشكل بتاعها وتكون موجودة إمتى وحبة حاجات كده جميلة. أول حاجة نبدأ بيها هي الـ unit step. unit step أشهر واحدة نبدأ بيها في time t، يعني time domain. أوكي طيب دي بيبقى لو هنعمل description الفانكشن دي عبارة عن u of t لها قيمتين. تعال نشوفهم مع بعض. equal قيمتين، واحد عندنا t التايم دومين، يعني t بتاعنا لو تايم دومين أكبر من أو يساوي الصفر، يعني بداية من الصفر فيما فوق، والقيمة التانية الـ unit step هي صفر otherwise. otherwise otherwise يعني فيما عدا ذلك. يعني من آخر unit step قيمتها واحد لو الـ t بتساوي صفر، واحد اتنين تلاتة أربعة يعني إلى آخر. تعال نشوف كده شكل الـ unit step. أوكي ممكن هنا كده شكل الـ unit step عامل زي الشكل كده، من الصفر ده طبعا الـ time domain. أوكي وادي الـ u of t تعمل كده. الصفر عند عند التيب صفر هي بواحد، عند التيب واحد هي برضه بواحد، عند التيب اتنين قيمتها واحد، عند التيب أي قيمة أوكي بواحد. دي كده دالة اليونت ستيب، قيمتها بتبقى موجودة من عند الصفر لغاية أوكي إيه ما شاء الله. تمام، إيه الدالة التانية بتاعتنا؟ دالة
الرام، نكتبها كده رام، اللي احنا نقول r of t، r of t. طب ده ايه الديسكريبشن بتاعها وايه التعريف بتاعها رياضيا؟ الرام r of t okay equal two things، t لما t يكون اكبر من او يساوي صفر وتبقى zero otherwise. طب دي رسمتها ازاي؟ يعني ايه t بتساوي t؟ بتبقى عاملة زي ميل كده اوكي. الرسمة بتاعتها اوكي، عايز بس اوريلك مع الديسكريبشن. رسمة الرام r of t بتساوي t لما t يكون اكبر من او يساوي صفر، ادي t محور t بتاعنا، محور الطايرة. بتساوي t لما t يكون اكبر من، ادي t لما يكون اكبر من او يساوي صفر، يعني نقول الصفر هنا 1 2 3 4 5 الى اخره، ادي r of t. طيب هو قال لك بتساوي t لما t يكون اكبر من او يساوي صفر، يعني تبدا من الصفر وتحطها على كده خط مستقيم اوكي، تبدا من الصفر تطلع خط مستقيم لفوق. وحيث بقى انك عايز تجيب قيمه التي هنا هنا، فده بتطلع عامل زي الميل بقى، ايه ميل اوكي، بقى ميل وليه قيم، زي مثلا ده واحد، زي ده اتنين، ده تلاتة، يبقى القيمة الأولانية صفر، القيمة التانية واحد على واحد. ما احنا عارفين في الرياضة إن الميل ممكن نقول y على x أو y2 minus y1 على x2 plus x1، ده محور ال y وده محور ال x مثلا يعني. فالميل الأولاني هو واحد على واحد t اوكي، واحد على واحد t. طب الميل اللي قبل ده صفر t، أي حاجة صفر t تبقى بصفر، دي تبقى بt. طيب ايه تاني؟ اتنين على طبعا واحد ناقص صفر بواحد، واحد ناقص صفر بواحد، واحد على واحد بواحد اوكي. اتنين ناقص صفر على اتنين ناقص صفر، اتنين ناقص صفر اللي هو الواي ده يعني ناقص الصفر، والاكس هنا واي ناقص الصفر اللي هو اكس 2 ناقص اكس 1، وبالتالي هيبقى 2 على 2 برضه هيساوي تي، وهكذا. يعني زي ما احنا شايفين هو طالع بمحور التي او بالخط المستقيم زي ما انتم شايفين. يبقى ده تعريف اليونت، ده تعريف الرامب اوكي. زي ما احنا شايفين خط مستقيم طالع من الصفر وله قيم في الx والy، قيم في الx والy او t والr of t. يبقى t بتساوي t لما يكون اكبر من او يساوي صفر، يعني يبدأ من الصفر وهو طالع. ده تعريف كده الرام اوكي، عامل زي خط ميل كده وله قيم. تمام، ايه تاني كده؟ اتكلمنا احنا على اليونت ستيب واتكلمنا عن الرام اوكي. تعالى نتكلم عن حاجه تاني، تفاضل اليونت ستيب هي تفاضل الرام. اليونت ستيب لو عايزين نجيب رام يونت ستيب نجيبها منين؟ ممكن نجيب اليونت ستيب is the derivative of رام. يعني يونت ستيب يو اف تي ممكن نجيبها لو فضلنا الرام، بتساوي دي ار اوف تي باي دي تي اوكي. ده كده اليونت ستيب. ليه بقى؟ طب ما انت عارف انت في الرياضة ان تفاضل ال t بواحد، صح ولا مش صح؟ لو فضلت ال t بالنسبة للزمن t هيبقى بواحد، لو فضلت t سكوير يبقى تفاضلها كام؟ تفاضل t سكوير بتنزل قص بتروح منه واحد يبقى t اوكي. طب تفاضل t تكعيب يبقى سوري بتبقى 2 t هنا، نزل قص تروح منه واحد، t تكعيب تبقى 3 تربيع، وهكذا. يبقى اذا اليونت ستيب هي عباره عن ايه؟ عن خط مستقيم، يعني زي ما انتم شايفين كده خط قيمته بواحد. طيب لو انا فضلت التي مش هتساوي واحد، هتساوي واحد، يبقى اذا اقدر اجيب اليونت ستيب من الرام، من التي لو فضلتها اللي هي الرام فانكشن او رام، لو فضلتها تطلع واحد، وبالتالي اقدر اجيب اليونت ستيب من تفاضل الرام. جميل جدا.
ناخد اللي بعدها rectangular box. rectangular اوكي اللي احنا اختصرناها باسم rect of t rectangular pulse. الrect زي ما احنا شايفين هي ليها قيمتين، لا اما واحد لا اما صفر. بتبقى امتى واحد؟ لما يكون التي ما بين قيمتين، ما بين سالب نص وموجب نص. ده كده شكل الريكت، بيبقى عامل كده. ادي السالب نص على محور التايم، وادي الموجب نص على محور التايم بتاعنا، وادي الريكت اوف تي. اوكي، وهي عامله كده، عامله زي مستطيل. اوكي، الامبليتيود بتاعها بواحد، يبقى إذن ده الامبليتيود بتاعها بواحد، ولما يكون في التايم ما بين سالب نص ونص، يعني هنا قيمتها بواحد، هنا قيمتها بواحد، هنا قيمتها بواحد، قيمتها ثابتة ما بين سالب نص ونص. طب أي قيمة بعد كده بصفر، أي قيمة بعد كده بصفر، يعني مثلا عند الواحد هنا بصفر، عند السالب واحد هنا بصفر، أي قيمة بعد كده وبكده هي limited band pass band limited signal. أوكي، محدودة من السالب نص ونص على محور التايمز. اوكي، دي اسمها الريكت، الامبليتيود بتاعها بواحد. طيب هناخد تراينجل، مش ريكتانجل بقى، تراينجل. تراينجل يعني مثلث، بيسموها تراي اوف تي، ودي ليها تلات قيم رياضيا. واحد زائد تي لما التي تكون ما بين السالب واحد والصفر، لما t تكون بين السالب واحد والصفر يبقى القيمة بتاعتها positive slope. positive slope يعني بتزيد، يزيد x يزيد y. اوكي، واحد ناقص t القيمة التانية ليها لما يكون t ما بين الصفر والواحد، يعني اكبر من الصفر واقل من ايه، او يساوي الواحد، وقيمتها صفر اذروايز. اوكي، تعال نمثلها كده برسم ونشوف احنا هنعمل ازاي. ادي الرسمه بتاعتها، محور التايم، محور تراي اف تي، تراي اف تي، وادي ما بين سالب واحد اهو، التي موجود في السالب واحد وموجود في الواحد، يعني السالب واحد اهو وادي الواحد. بعد كده ما بين سالب واحد وصفر، ادي الصفر، ما بين سالب واحد اللي هو ده والصفر الحته دي كده، ها ايه بقى في ايه؟ واحد زائد تي، واحد زائد تي يعني بوزيتيف سلوب بالشكل ده كده، واحد زائد تي الامبليتيود بواحد، واحد زائد تي. طيب ما بين الصفر والواحد واحد ناقص تي، هيروح نازل تاني، طالما ناقص يبقى نازل، واحد ناقص تي. طالما طالع كده بالشكل ده يبقى بنسميه positive slope، positive ميل موجب. اوكي، نازل بالشكل ده يبقى negative slope، negative slope ميل سالب. اوكي، negative slope يعني ايه؟ يعني كل ما بتزيد x تقل y. اوكي، كل ما تزيد x تقل y، كل ما يزيد التايم هنا بالشكل ده هتلاقي قيمة ال y هنا بتقل. عملت كده كده هتلاقي القيمة هنا اقل والقيمة هنا، وهكذا. طب البوزيتيف سلوب، لا تزيد اكس تزيد واي، يعني طبعا انت عارفين لما يكون رقم هنا في النيجاتيف كل ما يقرب من الصفر هو كده بيزيد، يعني لو سالب 3 سالب 1 يبقى سالب 1 اكبر من سالب 3 لانه بيقرب من الصفر، فهي دي الفكره. طب احنا زي ما شايفين هنا كده اهو، سالب 1 يبقى في القيمه هنا هيقرب من الصفر، زي مثلا سالب نص مثلا القيمة دي، بعد كده سالب ربع، بعدين سالب، وهكذا. فالقيمة هنا أكبر، كل ما إكس هنا بتزيد أو كل ما تقرب من الصفر قيمتها في الواي إيه بتزيد زي ما أنت شايف. فده إذا بوزيتيف سلوب، والناحية التانية نيجاتيف سلوب. في دالة برضه اسمها ساين، هي ساين أوكي أو سيج، هي نطقها ساين
طبعا احنا عارفين ان الساين في نطقين ليها، نطق الساين دي اوكي ساين اوف اكس مثلا اللي هي الداله بتاعتنا دي، لها شغل بقى تاني في كهرباء شغل جامد يعني، بس مش هي اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي، احنا بنتكلم على الداله دي اوكي ساين اوف تي. دي ليها قيمتين بكل بساطه، لا اما واحد او سالب واحد. واحد لما تي يكون عند الصفر او اكبر من الصفر، وسالب واحد لما تي يكون اصغر من الصفر، يعني عامله كده بالظبط قيمتها واحد بس. ادي واحد ادي سالب واحد اوكي. عند التي بصفر، الصفر هنا قيمتها بواحد، عند التي بواحد قيمتها بواحد، دي باتنين. عند التي اصغر من الصفر يعني هنا اوكي اصغر من الصفر بسالب واحد شكل اوكي. عند تي اصغر من الصفر تساوي سالب واحد. طبعا في حاجات في الرياضه وفي حاجات في مواد تانيه هتفهم هي ليه اترسمت كده وتقول لي اصغر من الصفر، هتفهمها في ماده اسمها زي سويتشنج وحاجات تانيه كتير، بس خلينا عارفين ان الشكل ده شكل السيجنال بتاعتنا. يبقى النهارده كده في الفيديو ده احنا اتكلمنا عن الاشارات الاساسيه المستخدمة في الاتصالات. ان شاء الله في فيديو تاني هنبدأ نتكلم بقى عن ايه هي الاوبريشن اللي ممكن نعملها على الاشارات دي، زي مثلا shifting in time اوكي، الازاحة في التايم، ان احنا نضرب اشارات في بعضها، ان احنا نعمل amplitude scale time shift time scale time amplitude scale. ان شاء الله في فيديوهات تانية هنتكلم عن الموضوع ده. يبقى النهارده باختصار احنا اتكلمنا عن كل اشاره وشكلها والماثيماتيكال ديسكريبشن بتاعها في الفيديو ده اوكي. اتمنى كان فيديو جميل وسهل وما فيهوش اي حاجه صعبه، ويا ريت تعملوا سبسكرايب للقناه علشان تساعدونا ان احنا نعمل فيديوهات تانية وتشجعونا بحماسكم الجميل ده، ونشوفكم ان شاء الله في فيديو تاني.